المجموعة الوظيفية هي مجموعة من الذرات والروابط التي تمتلك سلوك كيميائي يمكن التنبؤ به. سنغطي معظم المجموعات الوظيفية التي سترونها في الكيمياء العضوية، ويمكن تقسيمها لثلاث فئات رئيسية. سأبدأ مع الفئة الأولى، بحيث يكون الكربون فيها بروابط متعددة مع ذرة أخرى. إذا الكربون أو كربون with multiple bonds. نعم، هنا الكربون له أكثر من رابطة واحدة. إذا ارتبط الكربون برابطة ثنائية مع كربون آخر تسمى المجموعة حينها الكين. وإذا أردنا إكمال الصيغة البنائية هنا، نعلم أن كل ذرة كربون بحاجة لرابطتين إضافيتين، قد تكون مرتبطة بأي شيء. لذا سنضع مجموعة R هنا، وهنا أيضا مجموعة R، وهنا أيضا، وهنا الرابعة والأخيرة طبعا، وهي تمثل ذرة أو مجموعة من الذرات المختلفة. إذا R تعني rest of the molecule. نعم، في العادة نتحدث عن الكربون والهيدروجين هنا، لكن يمكن أن يكون كربون واحد، اثنان أو خمسة، لا يهم، فقط يجب أن نركز على المجموعة الوظيفية للألكين. وإذا رسمنا مثالا للألكين يمكن وضع رابطة ثنائية هنا، ومن ثم على أي جانب من الرابطة الثنائية يمكن وضع أي شيء، لا يهم، يمكن وضع الهيدروجين مثلا هنا أو مجموعة المثل هنا، وعلى هذا الجانب يمكن وضع مثلا الإيثيل، مجموعة من الإيثيل، وعلى هذا الجانب يمكن وضع الهيدروجين. حسنا، هذا الألكيل يم الألكين آسف يمكن رسم الكثير من المجموعات R وعمل الكثير من الألكينات المختلفة، لكن كلها ألكينات وكلها تتفاعل بنفس الطرق. لنقوم بمثال آخر، وبدلا من أن يكون كربون برابطة ثنائية مع كربون آخر سنعمل كربون برابطة ثلاثية الآن مع كربون آخر. هكذا إذا لدينا مجموعة R في كل جانب من هذا الجزيء، وهذا يسمى الألكين. الألكين، وإذا شاهدتم رابطة ثلاثية مباشرة اعرفوا أننا نتحدث عن الألكين. لنضع الرابطة الثلاثية هنا، ومرة أخرى يمكن وضع أي شيء على أي جانب من الرابطة الثلاثية، يمكن وضع مجموعتي مثل مثلا على كل جانب. هكذا لنأخذ مثالا أعقد قليلا الآن، وهذا المثال سيكون الأخير من هذه الفئة. سنبدأ بحلقة هنا بهذا الشكل، وفي هذه الحلقة سنضع بعض الروابط الثنائية بهذا الشكل. لذا هذا ليس ألكين أبدا. الآن لدينا ثلاث روابط ثنائية في هذا الجزيء. هذه الحلقة نشير إليها كحلقة أروماتية أو أروماتيك. نعم، أروماتيك، أيضا يمكن أن تسمى أرين، نعم، بهذا الشكل، وربما جاء هذا من كلمة أروماتي، إذا هي أرين أو أروماتيك، لا يهم. لنأخذ مثالا على الحلقة الأروماتية، أبسط مثال طبعا سيكون هذه الحلقة الأروماتية لوحدها بثلاث روابط ثنائية فيها، وتسمى حلقة البنزين. يمكن وضع مجموعة مثل مثلا تخرج منها وتسمى حينها المثل بنزين، المثل بنزين. نعم، إذا هذا يغطي الفئة الأولى من المجموعات الوظيفية. وإذا عرجنا على الفئة الثانية مثلا، الفئة الثانية من المجموعات الوظيفية، بحيث يكون فيها الكربون مرتبط بذرة ذات كهروسلبية، كربون bonded to electronegative أتوم. هذه الفئة ليست بهذا الشكل بالضبط. في هذه الفئة يكون الكربون مرتبط برابطة أحادية مع ذرة كهروسلبية. سنأخذ أمثلة متعددة على هذا. مجموعة R التي تحتوي الكربون، سنقول أن هذا الكربون مرتبط مع النيتروجين، ونعلم أن النيتروجين يكون بهذا الشكل، خمس إلكترونات تكافؤ حوله بهذا الشكل. نعم، هذه المجموعة تسمى أمين طبعا بسبب وجود النيتروجين فيه. رائع، لنرسم رسم أكبر للأمين على اليمين هنا، للأمين على اليمين، رائع. يمكن وضع النيتروجين في المركز هنا، ويمكن وضع مجموعتي إيثيل عليه، ومن ثم الهيدروجين بهذا الشكل. إذا هنا أو هذا الداي إيثيل أمين. حسنا، ماذا لو بدلنا أو بدلا من النيتروجين كان لدينا مثلا الأكسجين هكذا، وهناك هيدروجين هنا بهذا الشكل. هذه المجموعة الوظيفية للكحول،
الكحول، ويوجد عدة أمثلة على الكحول الذي تحدثنا عنه من قبل، هو الإيثانول، ذرتي كربون، ومن ثم أكسجين، ومن ثم ذرة هيدروجين. حسنا، إذا أزلنا مثلا ذرة الهيدروجين من هنا ووضعنا مجموعة بدلا منه، مجموعة R، سنحصل على مجموعة وظيفية أخرى. إذا لنرى ماذا لدينا، إذا بدلنا هذا الهيدروجين بمجموعة R، لنضع مجموعة R هنا، هذا يسمى الإيثر. إيثر، إذا هذه المجموعة تكون فيها ذرة الأكسجين بين ذرتي كربون بهذا الشكل كما ترون، ذرة الأكسجين بين ذرتي R، إذا تسمى هذه المجموعة مجموعة الإيثر، إذا بين مجموعتي R، آسف أعتذر عن رسمي السيء. لنأخذ مثالا على الإيثر، مثلا هذه إذا وضعنا مجموعتي إيثل على جانبي ذرة الأكسجين بهذا الشكل، ماذا سيسمى هذا المركب؟ يسمى داي إيثل إيثر، داي إيثل إيثر، إذا استبدلنا الأكسجين بالكبريت مثلا. الكبريت بنفس مجموعة الأكسجين في الجدول الدوري، تعلمون ذلك. إذا لذا الكبريت يتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل فيها الأكسجين، فإذا بدلنا الأكسجين بالكبريت لن يعود لدينا الكحول، سيكون هناك مجموعة وظيفية تسمى ثايول. إذا تسمى ثايول، هذا المثال، مثلا سنأخذ مثلا على أو مثالا على الثايول، وهو الإيثيل ثايول بهذا الشكل. الإيثيل ثايول، يمكن تبديل هذا الهيدروجين هنا بمجموعة R لنحصل على مجموعة وظيفية أخرى، وهي مجموعة السلفايد، وهي بهذا الشكل. إذا سلفايد، نعم. وإذا كان لدينا الكبريت في المركز هنا، يمكن وضع مجموعتي إيثيل على كلا الجانبين هكذا، إذا هذا داي إيثيل سلفايد، أحسنتم، الداي إيثيل سلفايد. والمجموعة الوظيفية الأخيرة لدينا في هذه الفئة سيكون الكربون في مجموعة R مرتبط برابطة أحادية مع الهالوجين بهذا الشكل. طبعا الهالوجين يعبر عن بالحرف إكس في الإنجليزية. طبعا الهالوجين ممكن أن يكون أي عنصر في المجموعة السابعة التي ناقشناها من قبل، كالكلور والفلور وغيرها. إذا هذه المجموعة تسمى الكل هالايد، الكل هالايد. طبعا ممكن أن يكون أي هالوجين، سأختار أنا مثلا الكلور مثلا على سبيل المثال كهالوجين، وهذا المركب هنا من أهم المركبات في مختبرات الكيمياء العضوية، وهو التيرت بيوتيل كلورايد. لنتابع الآن إلى الفئة الثالثة من المجموعات الوظيفية، وهذه الفئة سيكون لديها كربون، انتبهوا، كربون ثنائي الرابطة مع الأكسجين والذي يسمى كربونيل، مجموعة الكربونيل، كربونيل آسف. لننظر إلى مجموعة الكربونيل هنا، لدينا مجموعة R مرتبطة مع كربون مرتبط برابطة ثنائية مع الأكسجين بهذا الشكل، ومن ثم نضع الهيدروجين على هذا الجانب. إذا هناك كربونيل في المجموعة الوظيفية هذه. آسف. كربون برابطة ثنائية مع الأكسجين، وعند وجود مجموعة R واحدة فقط حينها يسمى هذا ألديهايد. إذا يسمى ألديهايد. دعوني أرسم مثالا على اليمين هنا لتكون الأمور أوضح. ثلاث ذرات كربون على يسار مجموعة الكربونيل، وذرة هيدروجين على يمينها. ثلاث ذرات كربون على يسارها وذرة هيدروجين على يمينها، هذا هو البروبيل ألديهايد. أما إذا بدلنا هذا الهيدروجين بمجموعة R مثلا، سنحصل على مجموعة وظيفية جديدة تسمى أو تحتوي على الكربونيل، وهذه تسمى، نعم، بهذا الشكل، مجموعتي R تسمى الكيتون. إذا كيتون، نعم. لنرسم مثالا هنا ونقارنه مع الألديهايد، لأن الطلاب أحيانا يعانون بالتفريق بينهم، بين الألديهايد والكيتون. هذا الكيتون هنا في الأسفل، وعندي ولدينا الألديهايد في الأعلى. انظر إلى هذين الجزيئين، هنا الكربونيل وهنا بجانبه ذرة الهيدروجين، سيكون ألديهايد. إذا أخذنا الكيتون سيكون هذا الكربونيل هنا، وبجانبه مرتبط بمجموعتي R، بجانبيه مجموعتي R مختلفتين. إذا هذا الفرق بين الألديهايد والكيتون. لنجرب مجموعة وظيفية أخرى، وهي من ضمن الفئة الثالثة فما زلنا فيها، وهي الأخيرة أصلا. مجموعة الكربونيل مرتبطة مع مجموعة R، ومن ثم مجموعة الكربونيل ترتبط بذرة نيتروجين على اليمين من مجموعتي R
هذا يسمى أمايد، يسمى أمايد. لنرسم مثالا هنا على اليمين للأمايد، هذا الكربونيل والنيتروجين متصل مباشرة معه بهذا الشكل. نعم نعم، والطلاب أحيانا يواجهون صعوبة بالتفريق بين الأمايد والأمين. الأمايد والأمين، الأمايد يكون بوجود النيتروجين بجانب الكربونيل، إذا كان غير ذلك هو ليس أمايد. إذا كان الكربونيل لم يكن موجودا نهائيا، أو لم يكن الكربونيل موجودا نهائيا، لدينا أمين. أعتقد هذا أحيانا يشكل ارتباك لدى بعض الطلاب. إذا الكربونيل بجانب ذرة نيتروجين يشكلان معا الأمايد. ماذا لو استبدلنا النيتروجين مثلا بالأكسجين الآن؟ إذا مجموعة R مرتبطة بالكربونيل هنا، وبجانب الأكسجين ذرة هيدروجين أخرى. هذه المجموعة تسمى كاربوكسيليك أسيد، أو الحمض الكاربوكسيلي. إذا كاربوكسيليك أسيد أو الحمض الكاربوكسيلي بهذا الشكل. لنرسم على اليمين مثالا للحمض الكربوكسيلي، وأعتقد أن الكثيرون سمعوا عنه. إذا رسمتم الحمض الكربوكسيلي هكذا، هذا حمض الخليك، أحد مشتقات الحمض الكربوكسيلي. إذا نزعتم هذا الهيدروجين مثلا، انزعوه وضعوا بدلا منه مجموعة R. إذا مجموعة R بجانب مجموعة الكربونيل، وبجانب مجموعة الكربونيل من الجهة على اليمين ذرة أكسجين، وبجانبها مجموعة R بهذا الشكل. هذا يسمى الإستر. إستر، لنرسم مثالا له هنا على اليمين بهذا الشكل، وهو مثال بسيط. يمكنكم رؤية هنا مجموعة R بدلا من الهيدروجين في الأعلى. لنأخذ مشتق آخر من الحمض الكربوكسيلي، يمكن تبديل مجموعة R في الإستر مثلا، ونضع كربونيل آخر. إذا استبدال مجموعة R ووضع كربونيل آخر لنرى كيف سيبدو. سنضع الكربونيل هنا وسيبدو هكذا، وهذا يسمى أنهايدرايد. أنهايدرايد، رائع رائع. لنرسم مثالا له هنا على اليمين بهذا الشكل، هذا أسيديك أنهيدرات. هذا المثال يسمى أسيديك أنهيدرايد. الآن آخر مجموعة وظيفية سندرسها هي عندما يكون الكربونيل مرتبط مع، انتبهوا، هالوجين. إذا سأضع إكس التعبير عن هالوجين، الهالوجين، وهذا يسمى أسيل هالايد. إذا هذه المجموعة تسمى أسيل هالايد. إذا سأرسم مثالا له هنا، سأضع الكلور مرتبط مباشرة مع الكربونيل بهذا الشكل. طبعا هذه المجموعة أكثر مجموعات الوظيفية شيوعا التي سترونها في صفوف الكيمياء العضوية. إذا تعرفنا في هذا الفيديو عن المجموعات الوظيفية، سنأخذ أمثلة عليها في الفيديو القادم.